مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم عندنا في حصتكم حصة 30 سوب، ومرحبا بنا عندكم. نتمنى أن نكونوا خفاف عليكم نهار اليوم إن شاء الله. 30 سوب اليوم جابت لكم لاكريم دو سيلغي اللي هي كريمة الكرفس. كريمة الكرفس تاع اليوم تتكون من المقادير التالية، فيها كما نقولوا إن بون كونتيتي تاع كرفس، إذا كانت نجرة كبيرة نقدروا نلحقوا حتى الرطل تاع كرفس. فيها زوج حبات بطاطا، فيها حبة بصل، حبة بواغو، فيها كإضافة أنا زدت لها أمتي مخصوم لو بلون دو بولي بيان سور باش نبنوها ونكهوها. نحمصوهم كامل في الزبدة والزيت، بعد اللي نميكسيوها نديرو لها لاكخام فخاش، ونمرقو دايما بأن فون سوا دو فو سوا دو بولي، يعني باش نزيدو نكهو لي كخام تاوعنا. إذا نبداو بسم الله، دايما نديرو في لي سوب الزبدة والزيت. ما نكتروش برك ليدام، ديرو غير شويه. لو سالي تاع نهار اليوم اللي راح يرافقنا لا كريم دو سيلغي، اخترت لكم لي غوجار. لي غوجار سي اون بات باتاشو، ما كيما نقولوا حنا ما نحشيوهاش، كيما نطيبوها كيما نفاصوليوها كيما طيب. لا باتاشو زدنا لها برك لو فرماج غابي، نزيدو ندهنوها بالبيض على برا ونرشوها بلو فرماج غابي وندخلوها طيب. اذا الخطوه الاولى اللي راح نديرها بعد ما تذوب الزبده تاعي في الزيت، انا دائما نحب نحمص لو بلون دو بولي تاعي هو الاول، او اللحم كيكون عندي. دائما كي نحمصوه راح يعطينا بنا خير. لو طون يتحمص، نحكيو على المقادير تاع لاباتاشو تاعنا. لاباتاشو تاع اليوم انا درت هنايا نصف الكميه لانها تخرج لنا عدد كبير. هنايا درنا 125 غرام تاع الماء، وكي نقولوا 125 غرام تاع الماء يعني 1 غرام يساوي 1 مليلتر، يعني 125 مليلتر تاع الماء. درت لها 40 غرام 80 غرام تاع الزبده، رشه ملح، رشه سكر، و125 غرام تاع لافارين. نديروا الماء تاعنا يسخن، كي يغلي الماء نرميو معاه الزبده ورشه تاع الملح وتاع السكر، ونرميو هذيك لافارين دان سولكو، ونحركو بالمغرفه تاع الحطب حتى تتكون لنا اون بول تتنصل من لي باغوا تاع لا كاسرول. نحيوها وهكذاك هي سخونه، نرميو الحبه تاعنا تاع البيض الاول، نخدموها بهذيك لاسباتيول اون بوا، ندخلوها تشربها، نزيدو الحبه الثانيه حتى تزيد تشربها. زدت معاها شويه فرماج غابي ودرتها في لابوشادو، يعني على بالي بلي ما كاش اللي ما تعرفش دير لاباتاشو. لهنا حمرت لو بلون بولي ديالي، وخليت الزبده تاعي تتحمر حتى ولات لي ان بوغ نوازيت باش تبن لي لا كريم ديالي. نرمي عليها البصل، لا سوب تاني تاعنا تاع نهار اليوم فيها غير الملح فلفل الكحل، ما فيهاش لي زيبيس واحد اخرين، ولا لي غوجار تاني غير الملح ورشه السكر باش تحمر لنا لاباط. اذا نرميو لي بواغو تاعنا فوق البصل. دوك راكو تعودتوا معنا انه لي بواغو شيء اساسي في لي سوب، لا سوب ما تقدرش تستغنى على لي بواغو، ومنها نستفادوا من لي فيتامين اللي فيه. الكرافس تاعكم تحبوا تقطعوه تحبوا تخلوه كيما راه، مع البطاطا تزيدوا نقلوها معاه. انا راح نرمي البطاطا ونقطع الكرافس قبل ما نمرقو. ودرت الوريقه تاع الرند،
اذا نقطعوا الكرافس قبل ما نرميوه. باش يجينا ساهل برك في القدره، سينو كي تكون كونتيتي صغيره معليش، لكن كيما هنايا يجي لي كي نجي نقليه. وكان معاها لو بوكي غاردي، كان فيه شويه، كانت الورقه تاع الرند وكانت للمعدنوس. نقليوه برك شويه ونمرقوه بمرق العجل الابيض، يعني ان فو دو فو بلون. ندير الملح، فلفل الكحل، الكرافس تاني تيلي تخي بون بوغ لا سونتي، الكرافس فيه حلاوة، يعني الكرافس بنين. نمرق ونخليها طيب ونروحو نديرو لو سالي تاعنا. الوغ بعد لي طيب اون فا ميكسي كيما نقولو كلش، مام هداك لو بلون دو بولي، نديرو شوية لا كخام فخاش ونقدموها. الآن نجوزو كيما قلت لكم نديرو لي كوجاغ. لو بلاطو تاعي إلي بوغي فاريني باش ما يلصقوليش، يعني ندهنو كامل بالزبده، نرشو بلا فارين ونرمي الزايد هذاك تاع لا فارين. درك اون فادريسي هاد لي كوجار، نعطيولهم برك اون فورم دو غوزاس هكذا عاليه. بسم الله، نبعدوهم على بعض لانها تتنفخ في الفوق بعد لي طيب. ندهنوا لي كوجيغ تاعنا بالبيض، نجيبوا لو باسو البيض، ندهنوهم باش يلصق فيهم لو فرماج غابي وباش يعطونا هذيك التحميره ويجو كروستيون. دخلوهم لو فور، بيان سور كيما دائما نقول لكم يكون لو فور تاعنا مشعل من قبل، يكون سخون. ندخلوهم 180 ولا حتى 200. نقول لكم برك باللي لي كوجير ولا لاباتاشو جامي تحلوا عليها في الفور، الا كان حليتوا عليها الفور راح تطيح لكم وما تنجح لكمش وما تجيش فارغه، راح تجيكم معجنه. اذا راعيوا هاد لي زاستوس، هادو هما اللي نجحوا لكم تنجحوا بهم في الكويزين. يعني سخنوا لي فور مليح وكي تدخلوها طيب ما تحلوش عليها حتى جوز لي 20 مينوت باش تحلوا طلوا عليها. كيما هادو ما صغيرين 20 مينوت يكون احمرونا 20 مينوت باش تحلو عليهم. نديرو لهم لو فرماج هكذايا، يزيد يدوب عليهم في لو فور. كيما راكو تشوفو هاد لو سالي إلي تخي سامبل، ما فيهش بزاف لي زانغغيديون، إلي غابيد ويدير لكم اون غروند كونتيتي. يعني لا درتو لا ميزور كامله راح تقدرو ديرو بيه اون غروند كونتيتي، يعني لا جاوكم ضياف راح يفرحكم هاد لو سالي. اذا نعاود نشوف برك لا كريم دو سيلري ديالي، ونذكركم بلي درنا الملح فلفل الكحل، نخليوها طيب نميكسيوها نديرو لها لا كريم فريش. اذا راح ندخلها الفوق تاعي طيب، ونتلاقاو في صحة التقديم بعد الفاصل. نقول لكم ابقوا معنا وما تروحوش بعيد.
نرحب بكم أعزائي المشاهدين بعد اللي وجدت أطباقنا وحطيناها على مائدة التقديم. النهار اليوم كنا درنا لا كريم دو سيلغي اللي هي حساء الكرفس اللي كان أباز دو سيلغي الكرفس مع البطاطا ودرنا له كريم فراش في الأخير. أما لو سالي تاع نهار اليوم كان لي غوجير اللي هي سهلة بالبزاف، اون باتاشو ودرناها دي غوزاس ما نعمروها لا والو، دهناها بالبيض ودرنا لها فخوماج غابي من الفوق. لو كونساي اللي دائما نقول لكم عليه ما تحلوش الفوغ على لاباتاشو، لانكم اذا حليتوا عليها الفوغ قبل 20 دقيقه راح تطيح لكم وما تطلعش. اذا هي تحب ان فوغ تري شو وما تحلوش عليها. بهذه الاطباق اللي درناها نهار اليوم نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم وصحه عواشركم، والى اللقاء في ملتقى جديد ان شاء الله.